السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، البداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يحيي الصمود البطولية والمعنويات العالية للمقاتلين الأبطال في جبهات الضالع ومختلف جبهات القتال. مقاتلات التحالف العربي تدمر آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. ومصرع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك مع أبطال الجيش والمقاومة جنوب وغرب محافظة مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظي محافظة مأرب للاطلاع على المستجدات والأوضاع المدنية والعسكرية في المحافظة. واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال إلى التطورات الميدانية وما يحققه الأبطال الميامين من ثبات أسطوري في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية الطائفية الإيرانية، مشيدا بأبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الأحرار الذين يسجلون مواقف مشرفة في أرض التاريخ والحضارة، أرض مأرب الجمهورية الشامخة. كما اطمأن نائب الرئيس على أحوال النازحين جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإيرانية ومستوى حمايتهم وتوفير الخدمات لهم في ظل استهداف ميليشيا الحوثي الممنهج لمخيماتهم وأماكن نزوحهم بعد أن شردتهم وطردتهم بجرائمها البشعة من ديارهم ومحافظاتهم. وأشار نائب الرئيس إلى أن جماعة الحوثي الإنقلابية بغطرستها وصلفها وعبوديتها لإيران وحزب الله وطائفيتها المقيتة دمرت آمال وأحلام اليمنيين وكل شيء جميل في اليمن، وسعت جاهدة لإعادة بلادنا إلى الوراء لعقود، وطمست هويتنا وتراثنا وتاريخنا إرضاء لملالي طهران وخدمة لمشروع التوسع الفارسي الخبيث. وأكد نائب الرئيس بأن ما كشفه التحالف العربي مؤخرا وما تحدث عنه اليمنيون من أدلة وحقائق تثبت تبني إيران وحزب الله للعصابات الحوثية الطائفية وتوظيفها ودعمها لتأجيج الصراع في اليمن والمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار يستوجب من الجميع المزيد من اليقظة والتعاون ووحدة الصف لردع هذا الخطر الإرهابي وإفشال ما تحيك له إيران وأذرعها الخبيثة من مؤامرات ومخططات على بلادنا وأشقائنا في دول الجوار. وأثنى نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصال على دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم للشرعية ولجهود الجيش الوطني في إجهاض مطامع إيران ووأد مشروعها الخبيث، مؤكدا بأن هذه المواقف الأخوية الصادقة تعكس روح التعاون والإخاء ووحدة الصف العربي. من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بمأرب، مجددا التأكيد على أن سبيل خلاص اليمنيين يكمن في مواجهة مشروع الحوثي وطائفيته وعنصريته البغيضة والاصطفاف لمقاومته بمختلف الوسائل باعتباره مشروع تمرد وانقلاب وتخريب يرفض خيارات اليمنيين وإجماعهم، ويتمرد على كل مساعي السلام وحقن الدماء، ويجتهد في تنفيذ توجيهات إيران وحزب الله في قتل المدنيين وقصف الأحياء المدنية داخل اليمن والمملكة. حيا رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك الصمود البطولية والمعنويات العالية للمقاتلين الأبطال في جبهات الضالع ومختلف الجبهات الأخرى، وذلك لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وأكد رئيس الوزراء خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الضالع وعدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية بمحافظة الضالع، أكد دعم الحكومة للقوات المشتركة والمقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، موجها بتقديم العناية اللازمة للجرحى وأسر الشهداء. وشدد الدكتور معين عبد الملك على وحدية المعركة لجميع اليمنيين
وأشقائهم في تحالف دعم الشرعية ضد مشروع إيران الدموي الذي يستهدف اليمن والمنطقة بشكل عام. ونوه بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إسناد المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا حتى تحقيق الانتصار. وأطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على تطورات الوضع الخدمي والأمني والعسكري في محافظة الضالع والاحتياجات القائمة في مختلف المجالات. ووجه الوزارات والجهات المختصة بالعمل على تلبيتها وفق الأولويات الملحة والإمكانات المتاحة. ناقش وزير المالية سالم بن بوريك في العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارة مستوى تنفيذ القطاعات المختلفة لخطط وبرامج وزارة المالية خلال العام الجاري والصعوبات التي واجهت سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها خلال العام القادم. وتطرق اللقاء بحضور نائب وزير المالية هاني محمد إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة ضمن أهدافها وأولوياتها للفترة الماضية من عام 2021 من أجل رفع مستوى الأداء وتحسين الموارد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك ضمن عام التعافي. وأكد الوزير بن بوريك على أهمية خطة وزارة المالية المنضوية في إطار مشروع البرنامج العام للحكومة وتوجهات إصلاح المالية العامة للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار والتعافي التدريجي للقطاعين الاقتصادي والمالي وتحسين الأوضاع العامة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود الهادفة إلى تعزيز الإيرادات وترشيد نفقات وفقا للوائح القانونية. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرقبي بعدن مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحلول البيئية لإنتاج الطاقة البديلة وتطوير المشروع التجريبي الخاص بتحويل النفايات المنزلية إلى مصدر للطاقة المستدامة. وقدم مدير مشاريع تعزيز الصمود الريفي إرفند كومار ومديرة مكتب البرنامج في عدن سلمى الحاج عرضا تفصيليا حول المشروع الهادف إلى تعزيز الأمن المناخي من خلال تطوير نماذج مبتكرة للطاقة من خارج الشبكة العامة عبر تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة وإمكانية استخدامها في تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية وتعزيز سبل العيش مع توفير إمدادات الطاقة المستدامة ومعالجة النفايات للإسهام في تحسين معايير النظافة والصحة والتخفيف من التلوث البيئي. وأكد وزير المياه على أهمية تطوير المشروع للإسهام في وضع حلول بيئية ومستدامة لتوليد الطاقة ومعالجة النفايات وتشغيل نظم معالجة المياه، مشيرا إلى عدد من الملاحظات في تنفيذ مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمحافظة لحج. كما وجه الهيئة العامة لحماية البيئة بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي لإعداد دراسة تفصيلية مشتركة لتعزيز مشاريع الطاقة البديلة في عدد من المحافظات منها لحج وأبين وتعز كمرحلة تجريبية. أدانت وزارة النقل القصف الإجرامي على مطار عتق الدولي وأعربت عن بالغ استنكارها وأسفها للقصف الذي استهدف المطار من قبل ميليشيات الحوثي الإنقلابية. وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط المباشر لإيقاف هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية دون أي رادع، مؤكدة أن هذه الميليشيات لا تريد السلام والاستقرار للبلاد ولا تستطيع العيش إلا في ظل الحروب والصراعات، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني وزارة النقل عن أداء مهامها في الاستمرار بتشغيل كافة المطارات في المناطق المحررة والمضي قدما في تقديم الخدمات للمواطنين. ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة قطاع المشاريع والتجهيزات بالوزارة مستوى تنفيذ أهم المشاريع المنجزة والمعوقات التي تواجه سير العمل في الفترة الماضية من العام الجاري وأولويات المشاريع والبرامج في العام المقبل. ونوه الوزير العكبري بالجهود الكبيرة لقطاع المشاريع والتجهيزات بالوزارة خلال المرحلة السابقة من خلال التنفيذ والإشراف والمتابعة بخصوص مختلف المشاريع في محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة تحديد الأولويات من المشاريع والبرامج وفقا للاحتياج من قبل الوزارة وتوزيعها بصورة مثالية على الجهات المستفيدة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز الشراكة والتعاون والعمل بشفافية مع مختلف المنظمات العاملة بالمجال التعليمي في بلادنا، وذلك لدعم احتياجات وزارة التربية والتعليم التي تقود معركة بناء وتنمية من أجل الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الاستقرار والتعافي التدريجي في قطاع التربية والتعليم. ومن جانبه قال المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد باسليم إن القطاع وضع مصفوفة مشاريع ضرورية للتنفيذ خلال المرحلة القادمة، مؤكدا على ضرورة إدراج مشاريع البناء المستدام وإنشاء مدارس جديدة وتوفير مستلزمات مدرسية متكاملة كأولوية خلال العام القادم. وشدد على ضرورة توفير مخصصات طباعة الكتاب المدرسي منذ بداية العام المالي وبدون انقطاعات، بما يضمن طباعة أكبر كمية من الكتاب المدرسي. وبدورهم استعرض مدراء العموم في قطاع المشاريع مدير عام تخطيط المشروعات فضل عبد الله ومدير عام التجهيزات أياد بن نعم ومدير عام الخارطة المدرسية صالح باشا استعرضوا تقريرا تفصيليا حول المشاريع المنفذة. لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخر باستهداف مقاتلات تحالف الدعم الشرعية للمعسكر السابق للواء 19 في منطقة العليا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. فأكدت مصادر ميدانية أن الغارات أسفرت عن تدمير معدات وآليات عسكرية كانت تحمل أسلحة ثقيلة وكميات من الذخائر تابعة للميليشيات الحوثية. أكد تحالف دعم الشرعية تدمير منظومة دفاع جوي ودك تجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي الموالية لإيران في عدد من المواقع المتفرقة جنوب محافظة مأرب. وأوضح التحالف العربي أنه شن عددا من الغارات الجوية استهدفت مواقع وأهداف عسكرية تابعة للميليشيا الإنقلابية جنوب المحافظة، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتادي والأرواح. في السياق، لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم في معارك مع أبطال الجيش والمقاومة وجراء قصف مركز على مواقع لها في محافظة مأرب. ودارت معارك عنيفة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى في جبهات القتال الجنوبية والغربية للمحافظة، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير مرابض مدفعية تابعة لها في قصف مدفعي مركز لقوات الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية بالمحافظة. أعلنت قوات الجيش الوطني تكبيد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر جديدة في جبهة مأرب. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أحد الأطقم العسكرية التابعة للميليشيا الحوثية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، وأكد أن الاستهداف أدى إلى تدمير الطقم الحوثي ومصرع جميع من كانوا على متنه. استشهدت طفلة وأصيب آخر إثر انفجار لغم حوثي بسيارات نقل في الخط الرابط بين محافظتي مأرب والجوف. وقالت مصادر محلية أن الطفلة حمد هادي الجهمي البالغة من العمر 4 سنوات استشهدت جراء انفجار لغم حوثي بسيارة تقل عددا من المواطنين معظمهم نساء وأطفال. وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب بإصابة عدد آخر من المواطنين بجروح بالغة بينهم شخص بترت قدمه، كما تعرضت السيارة التي كانت تقلهم للتدمير. شيع في مدينة مأرب جثمان شهيد القائد العميد عثمان الشايف رئيس عمليات اللواء الأول حرس حدود ورفاقه الذين استشهدوا وهم يخوضون معارك التحرير ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف. مزيدا من التفاصيل في تقرير الزميل رفيق السامعي. في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم الأربعاء في مدينة مأرب جثمان الشهيد البطل العميد عثمان الشايف رئيس عمليات اللواء الأول حرس حدود ورفاقه الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة اليتمى بمديرية خب الشعف محافظة الجوف.
ونقل جثمان الشهيد البطل إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في موكب جنائزي مهيب. تقدمه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف وعدد من القيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والوجهات القبلية ومشايخ وأعيان قبائل الجوف. وأشاد الفريق بن عزيز بمناقب الشهيد القائد عثمان الشايف وبطولاته الخالدة التي سطرها في المعركة الوطنية المقدسة ضد المد الفارسي وميليشياته الحوثية الإيرانية، مؤكدا أنه كان جنديا وفيا ومخلصا لوطنه وقضيته العادلة وقائدا محنكا لا يشق له غبار. رحم الله الشهيد العميد عثمان الشايف وزملائه رئيس عمليات اللواء الأول حرس، ورحم الله كل الشهداء. إذا الحوثي استولى اليوم على اليتمة فسنستعيدها غدا بإذن الله تعالى، وسنستعيد صنعاء وصعدة وعمران. مشروعنا مشروع الحياة، فهو موعود بالحياة وسينمو وسيتحقق الأمن والاستقرار لليمن. أما مشروع الحوثي مشروع الموت والدمار، دمرناه وسيموت بإذن الله تعالى قريبا. من جانبه أشاد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف بشجاعة وإقدام الشهيد البطل العميد عثمان الشايف وما جسده من ملاحم بطولية خالدة خلال مسيرة حياته النضالية في سبيل الدفاع عن الوطن ومبادئ الثورة والجمهورية. نحن اليوم نودع هامة وطنية فقيد الوطن بأسره العميد عثمان الشايف ومرافقيه رئيس عمليات اللواء الأول. هذا الرجل الصادق الوفي الأمين المتجرد المجاهد المرابط في سبيل الله من مؤسسي هذا اللواء وله الباع الأول. هذا القائد كان بمثابة الأخ القريب الملاصق لأفراده، أفتقده يعني كل من في اللواء والمنطقة السادسة تعزي أهله وذويه، ونقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا أن هذا الرجل العملاق مات وفيا لمبادئه ولوطنه، وعزاؤنا فيه أنه شهيد. وأكد المشيعون المضي قدما على درب الشهداء الأطهار حتى تحقيق الأهداف السامية التي ناضلوا واستشهدوا من أجلها وقدموا أرواحهم الطاهرة والزكية رخيصة في سبيل الوطن وكرامة الشعب اليمني. لقناة عدن الفضائية رفيق السامع مأرب. نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ورشة عمل لتفعيل آلية التبليغ والإحالة مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة تعز، وشارك في الورشة التي تأتي في إطار توسيع التعاون والتواصل بين اللجنة الوطنية للتحقيق والمجتمع المدني عددا من المنظمات الدولية والمحلية والنقابات والاتحادات العاملة بمجالات الرصد والتوثيق وتقديم العون القانوني والنفسي والدعم الاجتماعي والاقتصادي. استعرض أعضاء اللجنة مجالات التعاون التي تمت في المرحلة السابقة مع المجتمع المدني في عموم المحافظات، وحرص اللجنة على رفع مستوى التنسيق بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الضحايا وإتاحة الفرص لحصول عدد من ضحايا الانتهاكات على الخدمات المختلفة التي يقدمها المجتمع المدني في المجالات المختلفة. من جانبهم قدم رؤساء وممثلي المنظمات الدولية المحلية المشاركة بورشة العمل تعريفات لطبيعة الخدمات المنفذة في إطار المحافظة وأهمية تفعيل آلية التبليغ بانتهاكات حقوق الإنسان للجنة الوطنية وربط الضحايا بخدمات تساعد في تخفيف أثر الانتهاك وضرر الحرب. وخرجت الورشة بقائمة مقترحات لأشكال الإحالة بين اللجنة والمؤسسات المشاركة تساعد في الوصول إلى الضحايا وتدفق المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل مؤسسي ومهني. الآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة مشاهدينا الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يحيي الصمود البطولي والمعنويات العالية للمقاتلين الأبطال في جبهات الضالع ومختلف الجبهات. مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. مصرع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك مع أبطال الجيش والمقاومة جنوب وغرب مأرب. انتهى كل شيء في نشرتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، نلتقي في النشرات الإخبارية القادمة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء في أمان الله.